ماكسيمم مانثلي، وعرفنا ان في حاجه اسمها مينيمم فلو اللي هو بيساوي 0.5 كيو ماكسيمم مانثلي او 0.75 الكيو افريج، تمام كده. فاحنا بنصمم الترومبات على الماكسيمم مانثلي والمينيمم فلو. طيب التوتال نمبر اوف بامبس هو عباره عن النمبر اوف وركينج وان بلس النمبر اوف ستاند باي، والستاند باي عندنا بتاع الترومبات بيتراوح من 50 الى 150% طبقا للكود المصري. وليه احنا بنقول من 50 ل 150؟ عشان لو حصل اي عطل ولا حاجه يبقى انا الاقي ترومبات ثانيه تخش الخدمه بدل ما اقعد استنى لغايه لما تتصلح. وزي ما اتفقنا اول ما في الديزاين بتاع الانتيك كوندويت ان العدد في التصميم بتاعنا، اي عدد في التصميم بتاعنا في معظم تصميمنا بيكون اكبر من او يساوي 2، تمام كده يا شباب. يبقى انا كده عندي في المينيموم فلو وعندي الماكسيموم مونثلي، عارف الفلو بتاع كل واحد فيهم، هختار ان الترومبات عدد الترومبات الوركينج اكبر من او تساوي 2، تمام. ولما اجي اختار الستاند باي هختار من 50 ل 150% من كل نوع ترومبه. يعني ايه كل نوع ترومبه يا دكتور؟ معناها لو انا دلوقتي عندي الفلو ب 1000 لتر ثانيه، وحضرتك لما جيت اخترت ان انت هتجيب ترومبتين 500 لتر ثانيه، ده ممكن واحد يختارها 2 في 500. طيب لا، ممكن واحد يختارها 3 في 300 زائد 1 في 100، تمام كده. طبعا انهي الاحسن؟ الاحسن ان انا لما اختار الترومبه اختار ترومبه تكون من نوع واحد. يعني ايه من نوع واحد؟ يعني ال 2 في 500 احسن لي من ال 3 في 300 زائد 1 في 100. العدد بتاع بقيه الترومبات بقى عندي نوعين ترومبات، لازم انا اجيب ستاند باي لل 100 لتر للترومبه ال 100، واجيب ستاند باي للترومبه. يبقى انا كده جبت اتنين ستاند، نوعين ستاند باي. تشغيليا مش مفضل، ليه؟ ان انا ساعتها هيبقى عندي القطع الخاصه او القطع الغيار اللي هتبقى موجوده للترومبات ال 100 لتر ثانيه مختلفه عن قطع الغيار اللي موجود للترومبات ال 300 لتر ثانيه، فبالتالي يبقى انا هجيب هنا قطع غيار مختلفه عن هنا. لكن لما انت تيجي تتكلم على ال 500 مثلا، 2 500 او 4 250، فانا كده كده هجيب الستاند باي لل 250 او لل 500، وبالتالي القطع الغيار اللي هجيبها هنا مش هجيب الرقم مضاعف. فاهمين الحته دي يا شباب ولا الناس مش فاهماها؟ معلش يا دكتور، انا ما سامع بس الثانيه نقولها تاني. طيب تعالوا كده نعمل ستوب شيرنج ونعمل وايت بورد. تعالوا كده يا شباب، لو انا عندي كيو ماكسيمم مانثلي بتساوي 1000 لتر ثانيه، حلو كده. يبقى انا دلوقتي لما اجي اجيب الترومبات، لا اما هجيبهم 2 في 500، تمام، او مثلا 4 في 250 لتر ثانية، أو ممكن واحد يقول لي 3 في 300 زائد 1 في 100، تمام كده، أو 2 في 400 زائد 1 في 200، تمام كده يا شباب. هو مش باين عندنا كم واحد يا شباب؟ مش باين عنده الوايت بورد. هو دكتور ممكن يحرك الوايت بورد ويعمل فوكس على الجزء اللي حضرتك بتكتب بيه، يعني يعمل يزوم ويبعد وكده. هو في حد يعني عمال يعني يكتب حاجات اصلا على الوايت بورد معايا؟ تمام كده يا شباب، الناس كده شايفه الوايت بورد.
طيب مين الاحسن؟ انا بقول لكم الاحسن ده اللي انا اجيب نوع واحد من الترومبون. انا هنا جبت نوعين من الترومبون. طب تعالوا نشوف الستاند باي هنا. لو جينا نشوف الستاند باي بتاع ال 500 هيبقى واحد في 500، صح كده؟ لو الستاند باي، جينا نشوف الستاند باي بتاع ال 250 هيبقى 2 في 250. طيب تعالوا بقى كده نشوف الستاند باي بتاع ال 3 في 300 زائد الواحد في 100. يبقى انا لازم اجيب على الاقل 2 في 300 زائد 1 في 100. طب هي القطع الغيار بتاعت ال 100 زي ال 300؟ لا طبعا، فقطع الغيار بتاعت ال 300 حاجه وقطع الغيار بتاعت ال 100 حاجه، فانا كده هنا لقيت نفسي مزود العدد بتاع الستاند باي عن ما انا هزوده هنا في المنظومه اللي على الشمال، تمام كده؟ طيب برضو لو جيت اشوف الستاند باي بتاع الايه ال 400 يبقى 1 في 400 زائد 1 في 200، تمام كده يا شباب؟ فبالتالي يبقى مين احسن لي في التصميم؟ اللي على الشمال، الكلام اللي انا كاتبه على الشمال، ولا الكلام اللي انا كاتبه على اليمين؟ اللي على الشمال يا دكتور. ليه؟ علشان اللي على الشمال بيخليني اجيب قطع غيار اقل، بيخليني اجيب نوعيه واحده من الترومبات، يبقى بتعامل مع نوع واحد من الترومبات مش بتعامل مع كذا نوع. هو ده الفكر اللي انا بقول لكم عليه. وضحت كده يا شباب؟ اه دكتور. تمام يا دكتور. نكمل بقى الوايت بورد الباوربوينت. طيب طبعا ده اللي هو الشرح اللي انا كنت بقوله، بيقول لك ان كيس اوف كونكت مور ذان وان بامبس ان بارلل فالريزلت ديسشارج ويل بي شون. يعني دي مش مهمه قوي عندكم دلوقتي. طيب عشان ابدا احسب الهيد بتاع البامبس، يبقى انا عندي في الاستاتيك هيد والدايناميك هيد. الاستاتيك هيد اللي هو الفرق المناسيب، اما الدايناميك هيد فهو المين، وهو الفريكشن لوسز. طيب الاستاتيك هيد قال لك هو الديفرنس ما بين اللو ووتر ليفل والووتر ليفل ات ذا ايه ذا فيرست يونت ان ذا ووتر تريتمنت بلان. طيب الدايناميك هيد، الدايناميك هيد هو عباره عن، طب قبل ما نخش على الدايناميك هيد، قال لك ان في الاستاتيك هيد هو عباره عن، بنقول ان هو الجراوند ووتر ليفل ناقص اللو ووتر ليفل، بنجمع عليه 5 متر لو هو مش مديك الوحد المنسوب بتاع الانلت بتاع الووتر تريتمنت بلان. فده بس ايه حاجه للتسهيل، تمام. طيب الفريكشن لوسز بمعادله دارسي 4 اف ال في سكوير على 2 جي فاي، تمام كده يا شباب؟ دي المعادله اللي احنا بنستخدمها، الاتش اف بتساوي 4 اف ال في سكوير على 2 جي فاي. ولما هنطلع بره، لما تيجي تشتغل بره، ممكن تشتغل بدارسي، ممكن تشتغل ب هازن ويليام اللي هي 10.68 في الكيو على السي باور 1.85 مضروبه في الديامتر باور ماينس 4.86. دي معادلات حضرتك لازم أن تبقى حافظها. سايب لكم معادله دارسي، ومفروض ان حضراتكم حافظين معادله دارسي كويس جدا من الهيدروليكس اللي انتم اشتغلتوه قبل كده، تمام كده؟ طيب الاتش اف بنجمع عليها 20% اللوسز اللي هو الماينر لوسز، يبقى الاف اللي هو الفريكشن كوفيشنت بيبقى حوالي 0.0084 كونكريت بايبس، وبنقول 0.012 للبلاستيك بايب، تمام. والال اللي هو طول الماسوره من المصدر الى حتى لما نطلع فوق لغايه الووتر الانلت وركس الووتر تريتمنت بلانت، والفي اللي هي السرعه بنعوض بيها متر بير سكند على 2 في جي اللي هو الجاذبيه اللي هي 9.81، والفايل اللي هو الديامتر وبنعوض عنه بالمتر، تمام كده يا شباب؟ طيب يبقى انا كده لازما هجيب عشان لما اجي اصمم اللور الرو ليفت بامب او اللو ليفت بامب، يبقى لازما اجيب عدد الترومبات، اجيب تصرف الترومبه، اجيب رفع الترومبه. حاجه اخيره بحسبها، بحسب الهورس باور بتاعه الترومبه. الهورس باور بتاعه الترومبه هي عباره عن الووتر دينستي مضروبه في كيو في الاتش بتاعت البامب على 75 ايتا 1 وايتا 2. ايتا 1 وايتا 2
هي عباره عن الافشنسي بتاعت الموتور والافشنسي بتاعت البامب. هي هتفرق؟ اه هتفرق. الموتور لوحده ليه افشنسي والبامب لوحدها ليها افشنسي، فانا لازم انا اضرب الاثنين مع بعض، تمام كده؟ لو هو ما ادالكش الموتور والافشنسي بتاعت البامب، خدهم هما الاثنين مضروبين في بعض بيساوي 0.6. طيب السؤال بقى، هسأل سؤال والناس ترفع ايديها عشان تجاوب. الهورس باور يا شباب، الهورس باور خاصية للترومبة ولا للترومبات كلها؟ يعني أنا لما أجي هحسب الهورس باور هحسبه لترومبة واحدة ولا لكل الترومبات؟ إبراهيم رفع إيده، بإذن إبراهيم. في حد تاني عنده رد؟ ومصطفى ومين تاني؟ ماشي جميل، في 4 شباب بس اللي رافعين ايديهم، الباقي معانا ولا نايمين يا شباب؟ طيب ناخد حد راندوم غير اللي رافعين ايديهم. باشمهندس عمر ابراهيم، ايوه يا دكتور، ها رايك ايه؟ هي لما اجي احسب الهورس باور هحسبه للترومبا ولا لكل الترومبات؟ لكل الترومبات. ماشي ده كده عمر ابراهيم. في مين تاني؟ مهندسة أمل جمال. حضرتك يا دكتور، ها نحسب الهورس باور للترومبة الواحدة ولا لكل الترومبات؟ كل الترومبات. كل الترومبات، يعني أنت متفقة مع المهندس عمر. سهيلة، ما حضرتك يا دكتور، السؤال برضو هو هيبقى المفروض لكل الترومبات، لان انا باخد الهيد بتاعت الترومبة الواحدة بضربها في عدد الترومبات اللي عندي. عشان انتوا شايفين السلايدز مضروبه في الان توتال. طيب نشوف بقى الشباب اللي رافعين ايديهم، نبدا بابراهيم سيد. اه نفس الكلام، لما عشان نفس مضروبه في الكلام. الان ده. طيب اسلام، حضرتك لا اسلام ماشي، اسلام محمد او اسلام بتل، حضرتك برضه مضروبه في التوتال. في التوتال. طب في حد من اللي رافع ايده عنده رأي تاني غير التوتال؟ ايوه يا دكتور، طب خلاص الناس كلها تنزل ايديها، واللي عنده رأي تاني غير التوتال يرفع ايده. ناخد ستيفن، اتفضل يا ستيفن. يا دكتور انا بحتاج الاثنين، انا بحتاج الاول اللي هو البامب الواحده، وبعد كده بحتاج الاوفر اول هيد. الاوفر اول هورس باور مش هيد. هورس باور. مصطفى حمدي، المفروض يا دكتور بحسبه للوركينج بس، للبامبس اللي هتشتغل معايا، يعني برضه للان توتال وركينج، للان وركينج توتال، او للان وركينج سوري، خلينا نقول للان وركينج بالظبط. مش الستاند يعني. باي. برضو انت مصر، انت مع الناس اللي قالت ان هي تبقى الان وركينج توتال. ايوه تمام. ماشي احمد سمير، مع حضرتك يا دكتور، هو احنا ممكن نحسبها للاتنين، ممكن نحسبها للتوتال، ممكن نحسبها للبومب المنفردة. يعني لو التوتال اتش بومب دي شلناها وحطينا الاتش بومب بس والان دي شلناها، كده بقت للباور، للباور للبومب الواحدة، يعني ملهاش علاقة. ممكن نحسبها كده وممكن نحسبها كده على حسب احتياجنا. جميل. مصطفى محمود، دكتور هو اصلا البامب انواعها مختلفة، فكل بامب ليها هورس باور مختلف. ده في انهي كيس؟ لو اتكلمت على الكيس اللي هي بتاعت ال 300 و100 او ال 400 و200، صح كده؟ مظبوط، يبقى انا كده هضطر لازم اجيب كل واحدة لوحدها وبعد كده اجيبهم كلهم مرة واحدة. طيب انا هقول لكم بقى دلوقتي. بصوا يا شباب، دلوقتي انا عندي فيه 2 هورس باور، هو انا عاوز احسب الاوفر اول هورس باور لكل الترومبات ولا هحسب الهورس باور للترومبه واحده؟ عشان كده احنا بنفرق ما بين الحاجتين دول. انا عاوز اجيب للترومبه الواحده عشان دي خاصيه الترومبه لما المقاول بيجي يشتريها، ولما بعاوز اجيب التوتال هورس باور علشان في الاخر مهندس الكهرباء بياخد الاحمال يبدا يشوف الترانسفورمر اللي هيجيبهم للمحطه. يبقى انا عندي المعادله دي بحسبها مرتين. طب احنا هنا في الكليه هنحسبها ايه؟
انا رايي هنا في الكليه هنحسبها للترومبه فقط. يبقى الام الجاما اللي هي 1000 كيلو جرام متر كيوب اللي هي الووتر دينستي مضروبه في واحد اللي هي ترومبه واحده مضروبه في الكيوب بتاعه الترومبه مضروبه في الاتش توتال بتاعه الهيد لوسز التوتال لوسز عندنا تمام على 75 في ايتا 1 ايتا 2 تمام كده يا شباب. يبقى انا هنا في الكليه هنحسب الهورس باور لمين؟ للترومبه الواحده فقط تمام. طيب السؤال بقى المهم عشان انا اتصدمت بالمعلومه دي من الناس في يعني زمايلكم كده بعض المراحل، هو الهيد بتاع الترومبه اللي انا بحسبه لما اجي اقسم الفلو بتاعه البامبس، يعني انا قلنا لو انا جيت حسبت اتش ستاتيك واتش دايناميك طلعوا مثلا 40 متر، بيبقى انا عاوز الهيد بتاع الترومبه 40 متر. طب مش انا بقسم الفلو على الترومبه، يعني انا عندي 1000 لتر ثانيه وعاوز اوصل ب 40 متر هيد، لما انا باجي اقسم الفلو بتاع الترومبات بقسمه مثلا على ترومبتين 500، هل الهيد ليه علاقه بالتقسيم؟ سؤال تاني ولا لا؟ ملوش علاقه بالتقسيم لان انا بوصله سيريس مش بارلل. كويس الناس يا شباب فاهمه المعلومه دي؟ عشان فوجئت ان بعض الزملاء بيقسموا الفلو ويقسموا الهيد، هل ده منطقي؟ طب امتى اقسم الهيد؟ لو امبارلل. لا مصطفى حامد تقريبا او مصطفى حمدي. ايوه بتقول امتى اقسمه؟ قول لو موصلهم بارلل. لو موصلهم بارلل اقسمه اقسم الهيد؟ ايوه أو سيريس مش فاكر هم متوصلين بارلل. يبقى لو سيريس يبقى بقسم الهيد. لو ما كانتش بارلل تبقى سيريس. مين موافق على كلام مصطفى ان هي تبقى بارلل ويتقسم الهيد؟ في حد موافق على كلام مصطفى ان هي لو بارلل تتقسم؟ ستيفن اتفضل. ايوه يا دكتور لو متقسم، يعني لو بارلل المفروض متقسم لانه يعني لو بارلل هقسم الهيد ولا هقسم الفلو؟ لو بارلل هقسم الفلو، لو سيريس هقسم الهيد. ستيفن عندك رأي تاني غير اللي اتقال من المهندس مصطفى محمد؟ مصطفى محمود انا اسف. لا بص يا شباب انا عكسه. نعم انا بقول عكسه، يعني المفروض بارلل بقسم الهيد، سيريس بقسم الكيو. ازاي بقى يا باشمهندس ابراهيم؟ الحاجه متوصله ان بارلل، فانت عاوز في الاخر فالحاجات بتضخ مع بعضها الفلو، فمين اللي بيتقسم الفلو ولا الهيد؟ الفلو. يبقى كده العكس، يبقى المفروض لو بارلل يتقسم الفلو، لكن أيوه. لو ان سيريس لو ورا بعض الهيد بيوصل لنقطه فالنقطه الثانيه ترفع من الهيد اللي بعدها، فعشان كده انا ممكن اقسم الهيد لو الترومبات متوصله ان سيريس، لكن لو متوصله ان بارلل ما بقسمش هيد، بقسم الفلو. تمام كده؟ تمام ماشي يا شباب. الناس فهمت الحته دي كويس؟ اتمنى يعني انتوا تكونوا فهمتوها. دكتور ممكن تاكد عليها اخر مره معلش؟ تاني بصوا يا شباب تعالوا كده نلغي الشير سكرين ونفتح وايت بورد تاني. بصوا يا شباب لو انا عندي ترومبه هنا كده ثلاث ترومبات متوصلين جنب بعض، وعندي فيه هنا ترومبه بتدي لترومبه بتدي لترومبه، وفي خط واصل ما بينهم كده ماشي كده، وعندي دول متوصلين كده بيطلعوا على نقطه واحده وبعد كده بتقوم رايحه على نقطه ما هنا. حلو. لو الترومبات متوصلين ان بارلل يبقى مين اللي بيتقسم؟ الكيو تتقسم، الهيد ثابت. ليه؟ ان انا كده كده الترومبه بتضخ من هنا لهنا، فانا عاوز اتغلب على الفريكشن لوسز اللي في الخط ده، فيبقى لازما الهيد يكون قادر من هنا لهنا. نفس الكلام للترومبه دي. طيب اما هنا لو الترومبات الثلاث ترومبات متوصلين ان سيريس على التوالي ورا بعض، فيبقى انا بوصل من النقطه دي للنقطه دي
وبرجع اوصل من النقطه دي، برفع الهيد كده واوصله للنقطه دي، وبعد كده برجع اوصل وعشان اوصل للاخر. تمام كده يا شباب؟ فيبقى ساعتها مين هنا اللي اتقسم؟ الاتش هي اللي اتقسمت، اما الكيو ثابته، ان هنا مفيش غير ترومبه واحده اللي هتضخ الكيو كلها اللي انا عاوزها، مفيش مصدر تاني ان يضخ لي الكيو. تمام كده يا شباب؟ الناس فاهمه الحته دي كويس؟ الحته دي مهمه جدا عشان ما الاقيش الناس عماله تعمل حاجات يعني دي كده اسمها ميستيك. تمام؟ ومش منطقيه خالص، فساعتها ممكن يعني الدكتور لما يسمع الكلام ده من حضرتك يبقى متضايق، فاحنا عشان ما نتضايقش يبقى تحس ان انت يعني مش فاهم الكونسبت، لا افهم الكونسبت كويس وتبقى عارف ان الترومبات لو محطوطه جنب بعض هم كده كده لازما يطلعوا في الاخر النقطه دي، لازما في الاخر تاخد التوتال كيو، والماسوره هتمشي فيها التوتال كيو، يبقى هنا في الاخر طالما متوصلين ان بارلل يبقى لازما يكونوا الكيوهات مختلفه لكن الاتش ثابته، بعكس لو هما متوصلين ان سيريس. الكلام واضح كده يا شباب؟ نكمل؟ يلا بينا. تمام دكتور. ماشي نكمل. يبقى انا كده عرفت ان انا لازم أنا عشان لما اقول لك تعمل ديزاين لللو ليفت بامب يبقى لازم أنا اجيب عددهم، تصرفهم، الهيد، الهورس باور، اربع حاجات لازم تجيبهم في اللو ليفت بامب. نيجي بعد كده عشان ابدا اصمم الصمب، الديزاين اوف ذا صمب، هي الصمب زي ما اتفقنا هي عباره عن اوضه بيدخل فيها الميه من خلال مواسير الانتيك وبيخرج منها طبقا لعدد الترمبات. تمام كده؟ طيب يبقى الفوليوم هو عباره عن طول في عرض في ارتفاع ميه. طيب الفوليوم قال لك هو عباره عن ايه؟ البيجر من الكيو ماكسيمم مانثلي في 2 مينت او الكيو مينيمم في 5 مينت. اوكي؟ يعني لا اما الكيو ماكسيمم مانثلي في 2 مينت، لا اما كيو ماكس الكيو مينيمم في 5 مينت. طيب العرض بتاعها بيتراوح ما بين 1 ل 3 متر. طيب الطول ليه علاقه بمين؟ الطول بتاع الصمب ليه علاقه بعدد الترمبات. فالطول بتاع الصمب هو عباره عن التوتال نمبر اوف بامبس سواء وركينج بلس ستاند باي، يعني هنا التوتال نمبر اوف بامبس اللي هو الوركينج بلس ستاند باي في المسافه ما بينهم ما بين الترمبات اللي هي حوالي من 1.5 ل 3 متر، خدها 1.5 متر. تمام كده؟ طيب الديبس لازم أن يكون اكبر من الدي مينيموم. ايه هي الدي مينيموم يا شباب؟ تعالوا كده نبص على الرسمه دي. دلوقتي احنا الصمب اهي، اوكي، دي الصمب بتاعتي. وانا دكتور عندي سؤال. اتفضل. هو على طول كده الكيو مينيموم في 5 هتبقى اكبر، مش الكيو ماكسيموم بيساوي 2 كيو مينيموم تقريبا؟ كلامك مظبوط، بس بعض الاحيان نقعد احنا نلعب في المساله واديك الكيو مينيموم تبقى اقل بحاجه بسيطه من البوينت 5 كيو ماكسيموم مانثلي. يعني انا بديك الكيو ماكسيموم مانثلي كرول اوف ذا ثامب ليك ان انت تاخدها عباره عن ايه؟ البوينت 5 كيو ماكسيموم مانثلي. بس انا ممكن العب لك فيها واديك الكيو مينيموم على طول في المساله. تمام؟ تمام شكرا. ماشي نكمل. فانت عندك هنا ادي الميه اهي، وادي الانتيك كوندويت وساحب الميه من تحت، وادي ده الصمب بتاعك. اوكي؟ طيب الصمب دي مش الميه هتيجي من هنا هتتنقل لهنا عن طريق الاتموسفيريك بريشر؟ مش دي متعرضه للاتموسفير وهنا متعرض للاتموسفير؟ فبالتالي الميه هتتنقل من الشمال لليمين بخلال بس الاواني المستطرقه ويا دوبك حبه الفواقد اللي هتحصل في الماسوره، صح كده؟ طيب انا عندي هنا الدي مينيمم عباره عن ايه؟ عباره عن اللو ووتر ليفل ناقص الدلتا اتش اللي هو الفريكشن لوسز زائد مين؟ زائد بقول لك نص متر، ان الصمب لازم تبقى تحت القاع بتاع المجرى المائي او تحت الماسوره ب 50 سم. فيبقى ده الدي مينيموم. فيبقى انا لازم الدي بتاعتي تكون اكبر من الدي مينيموم. ليه؟ ان لو انا حصل دلوقتي والدي بتاعتي بقت اقل من الدي مينيموم فساعتها هتلاقي ان انت الماسوره بتاعتك جايه في الهواء، او ان انت الارتفاع بتاعك ده هيحصل له طفح، ان انا لو وقفت لو الدي بتاعتي قلت عن الدي مينيموم ووقفت الكونستراكشن بتاعي لغايه هنا فهيحصل مشكله. ايه هي المشكله؟ ان الميه هتطفح، ان هي يا دوبك حبه اللوسز اللي بتيجي. تمام كده يا شباب؟ يبقى منسوب الميه بيفرق عن منسوب الميه هنا بايه؟ بالدلتا اتش. يبقى انا عندي في الدي مينيموم لازما تبقى الدي لازما تكون اكبر من الدي مينيموم. تمام كده يا شباب؟ ده الديزاين بتاع الصمب. في حد عنده اي مشاكل فيه؟
نكمل. طيب عندنا بعد كده المين هيدر، وزي ما شرحت لكم من الاسبوع اللي فات هو ايه الفرق بين الصمب والمين هيدر. اتفقنا ان المين هيدر ما هو اللي عباره عن ماسوره او منشا مقفول بحيث ان هو يوزع بالتساوي على الترمبات، وبحيث يحافظ على ان في النيجاتيف بريشر متغطي. طيب الفوليوم بتاعنا عباره عن باي على 4 باي سكوير في ال L. طيب ال L هي عباره عن النمبر اوف بامبس مضروبه في 1.5. طيب والفوليوم بتاعي بيساوي يا اما الكيو مينيم ماكسيمم مانثلي في 1 مينيت او الكيو مينيمم في 3 مينيت. تمام كده يا شباب. طيب من هنا بجيب الفاي، وبعد كده يبقى هي الفاي ده هو الديامتر بتاعي بتاع المين هيدر. اتفضل مين اللي كان بيسال؟ ماشي تمام كده يا شباب. ده كده بالنسبه لنا محاضره النهارده. احنا محاضره النهارده كانت لايت خالص، وهو ده كده اخر جزء ليا. يبقى انا كده عرفتكم ازاي تشتغلوا على تصمموا الكوليكشن وركس كلها ازاي، وفي اكزامبل بالتفصيل هتاخدوه في المحاضره في السكشن ان شاء الله. فكده في حد عنده اي مشاكل بالنسبه للكوليكشن وركس؟ دكتور ممكن حضرتك تشرح بس الصمب تاني، يعني الفكره بتاعته بس عايز فكره الصمب. حاضر نرجع تاني للصمب. في حد عنده اسئله تاني يا شباب؟ دكتور انا سؤال. دكتور واحد واحد ارفعوا ايديكم وانا هخليكم تتكلموا. اتفضل يا ابراهيم. هو احنا بنعمل اسمه ده الميول في المواسير اللي هي مثلا الطول ب 400 متر، عشان ما احنا نيجي نحسب المناسيب بيبقى فيه مثلا 2% او 3% ولا بتبقى هوريزونتال؟ مفيش ماسوره بتمشي هوريزونتال في الميه خالص يا باشمهندس. اي ماسوره في الميه ليها مينيموم سلوب 1 في 1000 علشان لازم الميه تمشي. وممكن المواسير الميل يزيد او ممكن يزيد عن 1 في 1000، ممكن يوصل ل 5 و10 في الالف. تمام كده يا شباب؟ ماشي. يعني حتى لو هو ما قالش في المساله احنا بنعملها. اصل انت هتستفاد ايه بالميل ده؟ يعني ماشي، انت في المساله هتستفاد بيها ايه في الميل ده؟ يعني مثلا لو لما اجيب منسوب اللو ناقص الهاي، عشان واحنا بنجيب الدي مينيمم الكلام ده. لا 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 مش هتفرق معاك دي مش فارقه معاك في حاجه. لا معاك في حاجه. طيب شكرا. تمام. طب يا دكتور عشان اجيب الهيد بتاع البامب اللي هحسب بيه الهورس باور، مش هي اللي هي فرق المناسيب من مكان البامب لحد التانك لحد المحطه فوق زائد الخمسة متر؟ هو حضرتك فرق المناسيب زائد 5 متر. ماشي، فرق المناسيب ما بين الارض والارض، ما بين الارض واللوتر ليفل. اللوتر ليفل، ما هو اللوتر ليفل بيبقى اعلى اصلا من المكان اللي بيتحط فيه البامب، عشان مش هي بتدخل المايه بتنزل باي جرافيتي. انت قصدك ان البومبه هتبقى هنا كده، فانت بتقول ان المسافه دي هي اللي هتبقى في يعني الووتر ليفل اعلى. ايوه مظبوط. جميل. طيب هو انا ما بيفرقش معايا مكان البومب يا شباب، انا لما بجيب الهيد انا بجيب هيد ميه لميه. ما هو ده كده مش ضغط الميه فوق الترومبه ده بيبقى بالبوزيتيف، عشان كده ما دخلوش معايا، فعشان كده بشتغل ميه لميه. فميه لميه، فانا بقول ان انت مثلا لو انت عندك محطه التنقيه هنا كده، فانا بقول الجراوند الاتش دي اللي هو الجراوند ليفل ناقص اللو ووتر ليفل زائد ال 5 متر. ماشي يا مصطفى؟ او من ميه لميه دي تمام، بس انا اللي اقصده ان البامب اصلا كده كده هي تحت، بس هي عشان هيبقى عليها ضغط اصلا جاي من منسوب الميه اللي في الترعه يعني. فهي دي معوضه دي. ما بالظبط كده. تمام ماشي. ابراهيم سيد اتفضل، كنت عاوز تسال ايه؟ ستيفن اتفضل، كنت عاوز تسال ايه؟ دكتور هو احنا في جزء ليه علاقه باللوسز بندرسه في الصحيه؟ اللوسز
هتاخد اللوسز في الشبكات وهتاخد اللوسز في المعادلة اللي انا اديتها لك اللي هو الهازن ويليام اللي هي دارسي. اوكي إيه؟ بس احنا لسه ما اتشرحش صح؟ لا ما اللوسز انا قلت لك المعادلة اللي هي اف 4 اف ال في سكوير على 2 جي 4. مصطفى حمدي يا دكتور بقول لحضرتك بس لو ينفع حضرتك تشرح شرح سريع بس للشور انتيك والباب انتيك الرسمه بتاعتهم بس سريعا كده. طيب حاضر، خلينا بس الاول نبدا الاول بالحته اللي هو الصمب. طيب الناس كلها شايفه الوايت بورد صح يا شباب؟ دلوقتي انا عندي منسوب الميه هنا اهو، تمام، والميه هتتحرك من المصدر بتاعها تروح للصمب. هو مش عشان المايه تتحرك من الشمال لليمين هيحصل فيه فواقد، اللي هو الخط المايل ده اللي هو بالنسبه لي ان ده كده الدلتا اتش، صح كده يا شباب؟ طيب ما هي الدلتا اتش دي بالنسبه لي هي تعتبر اللوسز. طيب اللوسز دي اللي هي اف ال في سكوير على 2 جي 5، تمام. طيب فيبقى منسوب الدي مينيموم هنا عباره عن ايه؟ عباره عن اللو ووتر ليفل ناقص الاتش لوسز الدلتا اتش زائد نص متر. ما انا دلوقتي لو انا قلت ادي ده اللو ووتر ليفل، تمام، يبقى انا عندي المسافه دي اللو ووتر ليفل ناقص البيد ليفل، جبت الارتفاع ده صح كده؟ اللي هو الارتفاع، مش عارف مين اللي لعب في تمام كده يا شباب، اللو ووتر ليفل ناقص البيد ليفل جاب الارتفاع ده. ما هو الارتفاع ده هو الارتفاع اللي هو هيبقى هنا كده صح كده، اللي هو لغايه هنا. طيب اطرح منه الدلتا اتش، فانا جبت من هنا الارتفاع هنا وازود عليه الايه النص متر اللي هو السقوط بتاع البياره من الماسوره. يبقى انا عندي اللو ووتر ليفل ناقص البيد ليفل جاب لي الارتفاع، الارتفاع ده انا لسه هطرح منه الدلتا اتش اللي هي الفواقد ما بين الووتر سورس لغايه الصمب، ويجيب لي ايه ده كده الارتفاع لغايه القاع بتاع البيد ليفل. طب وانا بقول ان الصمب بتنزل حوالي نص متر تحت قاع البيد ليفل او تحت منسوب دخول الماسوره اللي هو بسحب منه يا دوبك القاع، فيبقى انا بنزل يا دوبك نص متر، يبقى زائد نص متر. مين اللي كان بيسال على الديزاين بتاع الصمب او اللي هو الاتش بتاعت الدي مينيمم بتاعت الصمب؟ هل الناس كده فهمتها ولا اقولها تاني؟ طب ماشي، انا بعد ما اجيب اللوتر ليفل واطرح منه البيت ليفل، بعد كده انا بستخدمها في ايه؟ حلو، ماشي عند حضرتك ان الفي بتساوي الفي بتساوي ال اللي هو اللينس جبناه في البي في الدي صح كده، واحنا قلنا ان الفوليوم بيساوي الكيو ماكسيمم مانثلي في واحد سوري في 2 مينت او كيو مينيمم في 5 مينت صح كده؟ ده الفوليوم، واحنا قلنا ان الطول ليه علاقه بالعدد الترمبات والبي من 1.5 ل 3 متر، فانا لازم انا اجيب الدي، فانا بعد ما جبت الدي لازم انا اقارن الدي دي بالدي مينيمم. ليه؟ ان لازم أن تكون اكبر من الدي مينيمم، ان هي لو طلعت اقل من الدي مينيمم فايه اللي هيحصل؟ هيحصل لي طفح. تمام كده يا شباب؟ تمام. تمام يا شباب. طيب ده كده الناس يعتبر فهمت الجزء بتاع النهارده كويس. طيب بالنسبة للبشمهندس اللي سأل على الشور انتيك، الشور انتيك يا شباب ما هو إلا عبارة عن إن أنا عندي المأخذ المجرى المائي كده وأبدأ أسحب منه الماسورة كده، ويبقى محطوط بعض المراجع بيحط لك إن هو بيعمل فتحة كده زي امبانكمنت إن هو يبدأ يخش فيها. يعني لو جينا شفنا كده الصورة اللي كانت محطوطة في البرزنتيشن،
بصوا يا شباب دلوقتي ادي ده اللي هو السايد سلوب بتاع مين؟ بتاع المجرى المائي، تمام كده؟ فبدات اعمل فتحه بعديها او بعمل كونكريت كونكريت هنا علشان ابدا احط هنا مصفى في الحته دي، في المسافه دي ابدا احط مصفى. بعد ما حطيت المصفى ببدا اسحب المواسير اللي هم عدد المواسير اللي انا عملت لهم ديزاين، فهو ده كده الشور انتيك. هو عباره عن ان المجرى المائي بتاعي اهو كده، ده المجرى المائي بتاعي، تمام؟ ببدا اعمل كونستراكشن هنا بحيث ان انا احط فيه المصفى او الصفايه بتاعتي، ابدا اسحب المايه بانتظام وتعدي ما تعديليش شوائب، وبعد كده المواسير تبدا تنقل من الكونكريت ستراكشر اللي انا عملته الى مين؟ الى الصنب بتاعتي. وضحت كده يا شباب؟ ده شور انتيك. طب نيجي نخش نشوف البايب انتيك. البايب انتيك ما هو الا عباره ان المجرى المائي بتاعي اهو اللي هو مرسوم بالاحمر ده، ببدا ادخل جوه حوالي من 50 ل 60 متر او من 50 ل 80 متر جوه، ببدا اسحب الميه منه وببدا اسحب على منسوبين، وزي ما اتفقنا ان هيبقى في فلكتويشنز كبيره ما بين الهاي ووتر ليفل واللو ووتر ليفل، فبناء عليها بحاول ان انا يبقى الارتفاع الميه فوق نقطه السحب ما يزيدش عن 1 متر علشان ما يبقاش في عندي مشكله. الناس الباشمهندس اللي سال عن الشور انتيك والبايب انتيك، هل انا كده استوفيت الطلب يعني وضحت لك المعلومه ولا لسه في حاجه عاوز تسال عليها؟ تمام تمام يا دكتور، بس معلش هو مسار الميه بيبقى ازاي؟ انهي في مين فيهم؟ للبايب، بايب انتيك الميه بتتحرك ازاي؟ بص حضرتك يا باشمهندس، ادي ده خط الميه ات هاي ووتر ليفل، تمام كده؟ وده نقطة السحب اهي. فأنا بخلق هنا وادي دي اهي الماسورة اهي، الماسورة اهو ماشية كده كده. بخلق نيجاتيف بريشر عن الماسورة على الماسورة علشان المية عاوزة تطلع من منسوب واطي لمنسوب عالي، فعشان أطلعها من منسوب واطي لمنسوب عالي يا إما في ترومبة تضخ يا إما بخلق نيجاتيف بريشر عشان يبدأ يسحب المية. فأنا سحبت المية اهو بالنيجاتيف بريشر جه في المين هيدر، والمين هيدر بدأ يوزع بالتساوي على الترومبات. فأنا بعمل هنا في الجزء ده نيجاتيف بريشر، وعشان كده قلنا ان في مين هيدر، المين هيدر ده عباره عن تيوب مقفول مش متعرض للاتموسفير، تمام كده يا باشمهندس؟ تمام يا دكتور تمام. في حد يا شباب عنده اي اسئله بخصوص الجزء اللي انا شرحته؟ طب يا دكتور هو انا هعرف نوع الانتيك بتاعي ايه؟ يعني سواء بايب او شقور، اعرفه ازاي؟ عندك هتبقى حاجه من الكيس من الاثنين يا باشمهندس مصطفى، رقم واحد يا اما هيبقى مديها لك في المساله صراحه هو نوع الانتيك ايه عشان تصممه، او ان انا هخليك انت اللي في المساله تختار نوع الانتيك وتعمل له الديزاين بتاعه. هو ممكن يا دكتور لو قايل ريفر يبقى بايب او قايل كانال يبقى شور؟ طبقا للبليوتنت، في بليوتنت على الشاطئ ولا لا؟ وعرض الكانال او التشانل كبير، الريفر او التشانل كبير ولا صغير؟ طبعا ريفر معظم الوقت في الريفر احنا على طول بنخش على طول على البايب انتيك. القنال اللي بيبقى فيها بقى الشك، القنال في عندك بوليوتنت على الشاطئ ولا ما فيش؟ اه في بوليوتنت على الشاطئ. طب خلاص طالما في بوليوتنت على الشاطئ يبقى مش هعرف اسحب الشور. ايه؟ مش لو في بوليوشن بيبقى سبمرجد ولا بيبقى شور؟ لو في بوليوتنت على الشاطئ ما بروحش للشور خالص، يا اما بروح للسبمرجد يا اما بروح للبايب حسب بقى عرض المجرى المائي وفي ملاحه ولا ما فيهوش ملاحه وارتفاع المايه والكلام ده كله اللي احنا شرحناه بالتفصيل المره اللي فاتت. ايوه تمام يا دكتور تمام صح. تمام. طب يا دكتور هو البايب انتيك احنا ما خدنا الديزاين بتاعه ولا أيوة احنا خدنا؟ هو فرق ايه يعني؟ ما انت خلي بالك من حاجه، هو البايب انتيك ما هو الا عباره عن مواسير، والشور انتيك هي عباره برضو عن مواسير، ما هو ده الانتيك كوندويت. يعني مش فارق في اي حاجه خالص. بس اللي اقصده ان ده فيه ساكشن يعني. لا ما بتصممش الساكشن، الساكشن ده انا ما دخلتكش فيه. انا بخليك بتصمم الماسوره كماسوره كيو بتساوي الاي في الفي. اه تمام تمام. اي اسئله تانية يا شباب؟ طيب شكرا لوقتكم، واشوفكم بقى على خير السنه الجايه. اللي هيخش اشغال بقى من الدفعه القديمه، والناس الدفعه الجديده بقى ان شاء الله ممكن اللي هيخش مشروع صحيه هو اللي ممكن بقى ايه نتقابل تاني.